فكرة من صناعة هذا الروبوت إنه إحنا نكون كلاجئين مساهمين وموجودين على خط كفاح فيروس كورونا. الهدف الرئيسي من صناعة الروبوت هذا هو كان خدمة المجتمع المحلي اللي احنا منه مجتمع اللاجئين في مخيم الزعتري، وطبعا بالإضافة انه ممكن يكون موجود ومتوافر خارج مخيم الزعتري. طبعا الروبوت هو عبارة عن قطع ليجو بسيطة جدا مركبة فوق بعضها، وبالإضافة للي هو الدماغ أو الجهاز التشغيل وحساس بسيط، طيدك هيك بيعطيك رسالة، أعطاك تعقيم وخلص. تواصلوا معنا كثير ناس عندهم خبرات قديمة بصناعة الروبوتات وطلبوا مننا كيفية التصميم وآلية التصميم والبرمجية الخاصة بالروبوت، وطبعاً إحنا كإنسانياً وكلاجئين وكناس موجودين لازم يكون في تعاون، وأعطيناهم هاي الأمور كلياتها وصار أكثر من جهة صنعوا الروبوت. Good job.